كليك اف ام الإذاعة الأولى في تونس. دقيقة حظ. صباح النور، صباح الورد، مرحبا يا فاطمة. صباح الفل أمين، صباحك أحلى صباح ليك أنت واللي يسمعوا فينا الكل. اليوم بعضنا باش نعطيو ترتيب الأبراج في الإخلاص والخيانة. والخيانة سي أمين راهي مش مربوطة بالرجال أكاهو. نحبكم الزوز تشدوا الهمة رجال ونساء. أنت خايف على سمعتي؟ لا أنا خايف على سمعتي. أنا أكثر برج معروف عليه الإخلاص حسب رأيك؟ ولا ما نعرف برج العذراء؟ ليه هو برج السرطان من أكثر الأبراج إخلاص، كان دخل في علاقة جدية. الله شوفه في الشباك يتسمن يتلون. يوم واحد يخرج رأسه مرفوع. ماذا بيك تقصها تقعد ميسيون كاملة الدور. وفي المرتبة الثانية يجي برج الجدي، معروف عليه الالتزام، ماهوش خوان وما يمارسش الألاعيب. نتعديو للمرتبة الثالثة اللي هي للثور، مخلص في علاقاته، من أكثر الأبراج اللي تنجم تعتمد عليها. هو صدر حنين، التكة هاوكا وعينيك مغمضة. وكيف كيف زادة إدالو أكثر برج مش فاهم روحه شنو يحب بنسيه ورجاله، تحسه مكة بيزار شوية. الخيانة بالنسبة ليهم أي ومن بعد هاني خونت أي شنو ربح يعني. لا تعدى تخش تستنى فينا يمشي على الخيانة روحك. بالنسبة لي هاني قلت لك بذل برشا جهد وهو ما عندوش وقت. إيه العذراء يختار التوقيت الصحيح باش يخون، هو راهو يكره حاجة اسمها خيانة. الحقيقة مكتفى انت على القائلة مثلا كيف يشوف الوقت. لكن وقت يحسك برشا حزن وشريك حيته مش مال يعينه راهو على غالب. ما اش تغزر لي يا بنتي، كمل المواضيع هذه ما ندخلش فيها. سي هو برج اللول سلكها. وفما برشا يراو انه العلاقه مع الميزان امنه بطريقه ما توصفش. نحب نقول لكم ردوا بالكم، الميزان راهو ريمال متحركه وما ينجمش يقول كلمه لي. وبرج الحمل اخلاص ومرتبط زاده بالشريك، تبعو ناري وفي ساعي فج. بيه نتعديو للكينج متاع الدراما وهو برج الأسد. ديك الدراما اللي عايش فيها تمنعه انه يكون مخلص في علاقاته، وتاريخه الحاصل حافل بالعلاقات العابرة. والقوس زيدا من أكثر الأبراج اللي ما يحسش براحة في علاقة كان تورد أكثر من لازم. ورجل العقرب زيدا صعيب انه ينجم يتحاكم في روحه، خاصة كيف تتعدى كقديم وبنية شهلولة. ويفكرني في غنية فارس كرم نسواني جي. نتعديو للحوت، هو رومانسي يحب برشا حب في ساعتي حلو، حدوده مش واضحة وسهل برشا انه يتجاوزها. ونختمه مع برج على غالب نادية شكون. هو برج الجوزي. نعم هو اكثر برج اللي يعاني من الازدواجية في الشخصية، عنده الباهي زادة وعنده برشا خير. عنده برشا بيه وعنده خايف، رغم انه فما برشا اظن انه برج الحوت هو اكثر برج خائن. لكن للاسف، لكن زيدا نحب نقوله انه ما تنجم تشد عليه حتى شيء. اه يا احمد يا خراب يا احمد يا دي النيله يا نجم دافع انا. دافع على برج الجوزاء. برج الجوزاء شنو هذا؟ ما نجي الاول في الاخرين. جي الاول من الكونتر بعثكم سرعتان وجوزاء. ما لاحظتش عليها انا اخت ناديه معناتها بوادر. ما ديتش الحق الحقيقة حتى الجوزائيات الكل في العالم قاعدة ندافع عليهم ما نتصورش. ودالو؟ إيه ما عنديش فكرة نحكي توا بس الجوزائي الكل. والله يا سيد صبحة تحاسب فينا. شبيك أنت برج الدالو؟ عليه؟ أنا دالو. أنت دالو؟ إي بالتونسي. يعطيك صحة يا دالو، بارك الله فيك.